دافع الفريق رائع جدا. كرة لصالح الخليج. عبد الهادي حرجي يستلم الكرة. علي الزقعان. التغيير لفريق الخليج. لعب رقم 6 الخليج استعد للدخول اللي هو مين؟ اللي هو خالد السميري. ومنصور حمزي يخرج. حمزي يخرج. والسميري البديل. والكرة عند موسونا. يلعب الكرة الطويلة موسونا. خبراني. الزقعان يحاول تمريرة حرجين والكرة تذهب إلى راية والتسلل. راية والتسلل على عبد الهادي الحرجين في اللقطة الماضية. شوف الإعادة. نعم كان متسلل الحرجين في اللقطة الماضية تذهب إلى ضربة. هيلمان يعترض والكرة عند لاعبي الخليج. انتصار مهم جدا للخليج. حرجين رأسيات محاولات لفريق نادي الخليج. عادت ناري. حرجين يحاول خطأ. هيلمان مصر على الاعتراف في اللقطات الماضية. اعترف كثيرا هيلمان في اللقطة الماضية. اعترف مع الحكم الرابع يناقش. كرة اللعب. استمرارية في اللعب. موسونا. أمير تمر الكرة. عسيري يتقدم للرياض. أحمد عسيري. الزقعان. خيبري يحاول استلامه والعودة على الرياض. الآن يحاول كرات طويلة لفريق الرياض. رأسية عادت. أمير كردي ينتظر. أمير كردي يمرر لكن بينية لم يقرأها أحد من لاعبي الرياض لأمير كردي. تمر الثواني وإبراهيم سيج. والرياض حتى الآن خاسرا وأبناء هذا المدرب منتصرين. الخلجاوية والصافرة تأتي.